أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. على الرغم من استمرار أزمة الاستحقاق الرئاسي في شهرها السابع، فإن الحدث اليوم كان في القاهرة، فبعد تعليق عضويتها منذ 12 عاما على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت سوريا ضد الرئيس السوري، عادت سوريا إلى الحضن العربي بقرار من وزراء الخارجية العرب حمل الرقم 8914 في دورة غير عادية وفي اجتماع مغلق غابت عنه قطر، وبرز تشكيل لجنة اتصال وزارية مؤلفة من لبنان والأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والحوار المباشر مع سوريا. وقد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة عودة سوريا إلى السوريين، فيما أشار الأمين العام أحمد أبو الغيط أن تلك العودة لا تعني نهاية الأزمة السورية. وسارعت الخارجية السورية إلى التأكيد بأنها تلقت باهتمام القرار العربي. وكانت الجامعة العربية عقدت اجتماعا طارئا ثانيا لبحث الوضع في السودان المشتعل، وقد شدد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته. أما في الداخل اللبناني فالتحركات الدبلوماسية والسياسية على خلفية الدفع نحو أحداث تبديل أو اختراق في الانسداد الذي يحكم الأزمة الرئاسية لم تفضي حتى الساعة إلى تبديل حقيقي في صورات الأزمة، مع استمرار الدوران في حلقة الستاتيكو القائم منذ 7 أشهر، ومع استمرار التفسيرات المتناقضة حول جولات السفير السعودي. بدأت السعودية ثابتة على موقفها بأنها لا تضع فيتو على أحد، وأن الحلول تأتي من داخل لبنان والرياض ليس لديها أي مرشح. وهذا ما عاد وأكد عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا المساء بعد لقائه الرئيس نبيه بري. غير أن الثنائي الوطني بدأ بدوره مستمرا في دعمه وتأييده رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للوصول إلى قصر بعبدة، ورهان البعض على تخلي حزب الله عن فرنجية هو رهان خاطئ كما تفيد الأوساط المطلعة. في المواقف اليوم رفع البطريرك الماروني الصلاة لكي يعمل ذو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس يكسب الثقة الداخلية والدولية ويكون قادرا بشخصيته وتمرسه على التعاون مع المؤسسات الدستورية لتوطيد دولة القانون والعدالة. وبدوره سأل المطران اليسعودي النواب: ألا تخجلون من تقاعسكم وترددكم وضياعكم؟ إذن البداية من بداية النشرة من إعلان الجامعة العربية عن عودة سوريا إلى مقعدها، ووزير الخارجية المصرية يقول: علينا مسؤولية تاريخية في الوقوف إلى جانب الشعب السوري لمساعدته على طي صفحة حزينة من تاريخه. والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يشير إلى أن عودة سوريا للجامعة ليست نهاية المطاف. بعد 12 سنة من الغياب استعادت سوريا عضويتها في الجامعة العربية رغم اعتراض بعض الدول وفي مقدمتها قطر. فقد أعلن متحدث باسم الجامعة أن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، ما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق في القاهرة، وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم في القاهرة القرار رقم 8914، وأعلنوا عن استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. اتخذت الدول العربية قرارا باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو 2023، أكرر مجددا على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل تجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي،
فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعا. من ناحيته الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لشغل المقعد هو بداية المطاف، واللجنة التي تشكلت مهمتها متابعة مجموعة إجراءات وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا هي شأن سيادي لكل دولة. فعودة سوريا هي بداية للطريق وليس نهاية للمسار. هذا لا يفترض أن الأزمة السورية حلت، بل على العكس، هو يدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة الضاغطة على سوريا. وهناك عناصر كثيرة جدا تم مناقشتها سواء في عمان أو في اجتماع جدة. والقرار بيتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، وهو بالتالي قرار واقعي للغاية، لأنه يعلم أنه لا يمكن تسوية هذه القضية في يوم أو في شهر، فهي هتاخد وقتها. يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من لبنان، الأردن، السعودية، العراق ومصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دولية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وزارة الخارجية السورية أصدرت بيانا علقت فيه على قرار مجلس وزراء الجامعة العربية المتعلق بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، قائلة: تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 أيار 2023، بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم، وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية. وأكدت الخارجية السورية على أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية. أزمة السودان كانت حاضرة في اجتماعات الجامعة العربية وسط دعوات لوقف القتال واعتماد لغة الحوار. إن المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة يوم أمس 6 مايو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تستحق فعلا منا الدعم، وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الإنهاء ويصون سيادته، كما أرى أنه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول بفعل التدخلات أو حتى بدونها إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده وسيادته ووحدته الإقليمية. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأنه من المتوقع أن يناقش مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والهند مشروعا رئيسيا مشتركا للبنية التحتية لربط دول الشرق الأوسط ودول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية، سيتم ربطها أيضا بالهند عبر ممرات الشحن من الموانئ في المنطقة. والمشروع هو أحد المبادرات الرئيسية التي يريد البيت الأبيض دفعها في الشرق الأوسط مع تنامي نفوذ الصين في المنطقة، حيث يعد الشرق الأوسط جزءا أساسيا من رؤية الصين للحزام والطريق.
بالعودة إلى لبنان، شعر سكان عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم بهزة أرضية ذات قوة متوسطة، وفي هذا الإطار أكد الخبير الجيولوجي الدكتور توني نمر لتلفزيون لبنان أن هزتي الأمس وهزة اليوم لا ترتبط ببعضها، إذ أن الهزة اليوم في منطقة إسكندرون في تركيا هي في إطار الهزات الارتدادية لزلزالي السادس من شوباط، متحدثا عن هزتي السبت. الحقيقة صاروا هزات امبارح، صاروا عنا بلبنان، وهزة اليوم صارت بالإسكندرون، بمنطقة الإسكندرون بتركيا، سو منفصلين عن بعضهم 100% وما خصهم ببعضهم. هزات امبارح صارت 2، وحدة 2.4، وحدة 3.4، وحدة تقريبا صارت الساعة 4 إلى 10، أول وحدة 2.4، والتاني صارت تقريبا الساعة 6 إلى ربع، 3.4. الهزات هودي يعني كانوا يصيروا على طول وبعدهم عم بيصيروا، بس هلا صرنا شوي بعيين أكتر على الموضوع ومنقزين أكتر. بخصوص هزات تبع امبارح، جاني ريبورتس كتير وفويسز، واكشلي اتصلوا فيي صحفيين كمان كأنه شعروا أنه انفجار صار، لأنه سمعوا وحسوا بهيك شيء. المعطيات الزلزالية يلي حصلت عليها لحد هلا بتقول أنه هيدا مش انفجار، ولكن نحن قادرين نميز إذا كان انفجار أو هزة من السيجنال. من السيجنال يعني مثل تخطيط القلب يلي بيوصلنا. هيدا بالتحديد أنا بعدني ما اطلعت عليه. لا للهزة تبع 2.4 ولا لل3.4، بس يعني متكلين على يلي التسجيلات يلي صارت ببحنس ويلي منا أخذوهن المركز الأوروبي المتوسطي. لحد هلا كل المعطيات بتقول أنها هزة مش انفجار، عمقها 9 كيلومتر، انفجار ممكن يصير على عمق 9 كيلومتر. في تحليل تاني أنا بقدر أقولك إياه، أنه ممكن يكون بلحظة الانفجار صار عنا هزة على عمق 9 كيلومتر نتيجة الانفجار، يعني صار عنا شيء هزة أرضية مستحفة بسبب الانفجار. ولكن هيدا الشيء أنا ما بقدر أكده غير ما يكون عندي المعلومات بين إيدي وبعدها ما عندي إياها، وانطلاعا من هون المعلومات اللي عندي بتقول أنه هيدي هزة مش انفجار. إن كانت 2.4 لغاية 3.4 تنيتهم يعني. شو أي نوع انفجارات ممكن تعمل هيك هزات؟ يعني ممكن إذا بتطلعي، نعم إذا بتطلعي على الخرائط وعلى الصور الجوية، المنطقة كلها فوق شحتول ورعشين، منطقة كلها كسارات ومرامل، سو ممكن يكونوا الشباب فوق استغلوا الظرف نهار السبت بعد الظهر، القوى الأمنية رايحة حالها شوي والجيش مش بكامل تأهبه بفوق بالجرود، يعني ممكن يكونوا، عم قول ممكن، مش المعطيات اللي عندي بتقول أنها هزة، ولكن إذا المعطيات تبينت أنها مش هزة ليتر فوق ممكن يصير أنه في كسارات ومرامل بالمنطقة. علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قرار الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا إليها قائلا، وإن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح وباتجاه العودة إلى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة، وأضاف بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك. وكانت لافتة هذا المساء الزيارة التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عين التين، وكان نقاش في الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى ملف النازحين السوريين. فيها المرحلة الدقيقة لابد من التشاور الدائم، تشاور الدائم وكيف إذا تشاور، وأهمية التشاور مع الرئيس بري لمحاولة، قلنا لمحاولة فتح أفاق
الاستحقاق الرئاسي. طبعا إلى جانب الموضوع الرئاسي في مواضيع جانبية لكن مهمة جدا، منها انتخابات البلديات. ففي حال المجلس الدستوري يعني أعطى قراره لاحقا، البلديات مهمة جدا، المهمة انتخابات البلديات لفتح الأفاق أمام الدم الجديد، ضروري الدم الجديد في البلديات. فيما يتعلق في موضوع حساس اليوم هو قيد التداول، موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري، لابد من مرجعية مركزية. فهمت من دولة الرئيس بأن المرجعية ستكون الحكومة، لكن الجهاز المكلف بالحكومة هو الأمن العام، وضروري أن يكون هناك مرجع واحد للتعاطي بهذا الأمر كي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك ومزايدات من هنا وهناك. ولا بد من هذا الملف بأن يعالج بكل هدوء دون عصبية ودون مزايدات، دون مزايدات. هناك مهجر قسرا، وهناك من لا يهجر، وهناك مقيم من عشرات السنين مقيم في يعني في وجود سوري مقيم يذهب ويأتي إلى سوريا لكن مقيم، والاقتصاد اللبناني حتى في هذه الأزمة الخانقة يعتمد عليه. هذه الأمور إلى جانب أمور أخرى تحدثنا عنها. شو رأيك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟ شو رأيك بعودة سوريا إلى حضور جامعة الدول العربية؟ يعني حلو الإنشاء العربي، أوكي. عادة سوريا، عاد النظام السوري، الحضن دخيلك، اسمح لي فيها الحضن، بدي أعرف وين هو الحضن، بس ماشي الحال. يلا. البطريرك الراعي يصلي من أجل انتخاب رئيس متمرس على التعاون مع المؤسسات الدستورية، ويدعو المجتمع الدولي لتقديم مساعدته للنازحين في الداخل السوري. من مزار سيدة لبنان في حريصة رفع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الصلاة لكي يعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس يكسب الثقة الداخلية والدولية، ويكون قادرا بشخصيته وتمرسه على التعاون مع المؤسسات الدستورية لتوطيد دولة القانون والعدالة وإجراء الإصلاحات اللازمة في البنى والمؤسسات، وهي مطلوبة من المجتمع الدولي لتسهيل التعاون معه. كلنا نصلي لكي يعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس للجمهورية يكسب الثقة الداخلية والخارجية. وتطرق البطريرك الراعي إلى العبء الكبير الذي تشكله أزمة النزوح السوري. فقد بدأنا نشك من حسن النوايا ونتساءل هل وراء الموقف الدولي نية توطين النازحين في لبنان، وهل أنهم لا يحبذون عودتهم إلى بلادهم خوفا من هجرتهم إلى بلدانهم؟ فكيف للبنان الرازح تحت أثقاله أن يحمل إضافة 1,080,000 نازح سوري و300,000 لاجئ فلسطيني؟ فنقول للمجتمع الدولي قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض وطنهم. ودعا المجتمع الدولي إلى الفصل بين الوجه السياسي والوجه الإنساني الوطني بعودة النازحين إلى بلادهم. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة سأل النواب ألا تخجلون من تقاعسكم وترددكم وضياعكم، وأضاف خلال القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جورجيوس: البلدان الصديقة تبحث عن حل لانتخاب رئيس ومجلس النواب مستقيل من واجبه، أليس هذا مسا بكرامة المجلس سيد نفسه؟ البلدان الصديقة تبحث عن حل لانتخاب رئيس ومجلس النواب مستقيل من واجبه، أليس هذا مسا بكرامة المجلس سيد نفسه؟ لو لم يكن الله رحمنا لما كان جزء كبير من الشعب ما زال صامتا ومنتظرا الخلاص والأيام الهامله
فرح القيام من تحت الرماة. لذلك دعمتنا اليوم أن نعود إلى ربنا بمحض إرادتنا، وألا ننتظر أحدا يساعدنا في ذلك. الرئيس سعد الحريري غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: 7 أيار تحية لبيروت المدينة الصابرة ولأهلها الطيبين. اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد مكاري بالزميل في النهار نمر جبر الذي تعرض لاعتداء من أعضاء في رابطة مشجعي نادي الحكم الرياضي في غزير فيما كان يمارس واجبه المهني. وبعدما اطلع المكاري من جبر على تفاصيل الحادث، أكد أن ما حصل لا يمت بصلة إلى الأخلاق الرياضية، وهو مؤسف ومدان بكل المقاييس ولا مسوغ له، خصوصا أن الزميل نمر جبر كان يقوم بواجبه الذي ما تخلف عنه يوما منذ سنين طويلة، وهو عضو في نقابة المحررين وفي الجمعية العمومية لنادي الحكم. وأشار إلى أنه سيتابع الأمر حتى ينال كل معتد ما يستحقه من جزاء، لأن التعرض للصحفيين جريمة لا نرضى بها ولن تمر، فهم رسل الكلمة وشهود للحقيقة. إلى ذلك استقبل المكاري اليوم وفدا من موقع صدى الضاحية برئاسة مدير الموقع عماد جابر، ورافقه في الزيارة الناشطتان زينب وهبي ومريم دولابي. وتم خلال الزيارة مناقشة ملفات محلية وأقليمية متعددة، ومن أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان والتي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين، إضافة إلى تطورات ملف رئاسة الجمهورية. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ 6/5/2023، وبعد عملية رصد ومتابعة قامت بها مديرية المخابرات، أوقف السوريون جيم ميم وعين ميم وسين ميم عند حاجز دير عمار أثناء محاولتهم اجتياز الحاجز على دراجتين ناريتين للهروب إلى سوريا، وذلك للاشتباه بهم بمحاولة قتل ابن عمهم في طرابلس، وقد اعترفوا بذلك أثناء التحقيق معهم، وتجرى متابعة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. سجن حلبة موضع اهتمام من قبل رئيس الحكومة والنائب محمد سليمان ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، اطلع ميدانيا على أوضاعه المزرية بعدما فرغ من المساجين. منظر المرابي. سجن حلبة الذي يقع في الطبقة السفلى لمبنى سرايا حلبة الحكومي فرغ من المساجين منذ عدة أشهر نظرا للواقع المزري على صعيد المبنى المتصدع والمهترئ والذي يفتقر لمختلف المواصفات الصحية والإنسانية. وبعد متابعة حثيثة لمحافظ عكار المحامي عماد اللبكي مع المعنيين، جال النائب محمد سليمان يرافقه رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير مكلفا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى فريق هندسي وممثل عن محافظ عكار المحامي عماد اللبكي لقمان الكردي، حيث اطلعوا ميدانيا على واقع السجن. لذلك اليوم إخفال هذا السجن بهذه الظروف الصعبة، تعرف قديش بأعباء على المواطنين الموجودين بمحافظة عكار. اليوم بدهم يروحوا مئات الكيلومترات تيشوفوا أولادهم. ما نحن اليوم بادرنا بهذا الموضوع مع دولة الرئيس وحطينا بالصورة، ومباشرة صار في تجاوب لإنهاء هذا الملف وترميم السجن. اللواء خير أكد على اهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكل ما يختص بإدارات الدولة وخصوصا سجن حلبة. هذا سجن حساس كتير، وفي الهندسة اللي هلا معنا كمان يعني في أكثر ما هو نحكى أنه بس ترميم وتدوين، لا في إعادة بناء كمان في قسم منه. إن شاء الله يكون المصير أكيد الاعتمادات إذا كانت موجودة إن شاء الله أكيد بنكون سريعين. الإسراع بتنفيذ الأعمال يخفف كثيرا على أهالي المساجين التنقل من مكان إلى آخر. من عكار منذر المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. أصدقاء الأب مارون عطلة ينظمون لقاء تكريميا لمناسبة الذكرى الأولى لرحيله، ووزير الثقافة محمد المرتضى يؤكد أنه حول حياته إلى عظة متنقلة كعدوى جميلة تجذبك إليه. برعاية وحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وحضور رئيس عام الرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي مارون أبو جودي، نظم أصدقاء الأب مارون عطلة الأنطوني لقاء تكريميا لمناسبة الذكرى الأولى لغيابه في دير مارلياس أنطلياس.
المرتضى أشاد بالنهج والسمات التي ميزت سيرة الأب أبو جودي، مؤكدا أنه أحد أعلام لبنان الذين يشبهون علم لبنان، لا تطوى صفحة لهم بمجرد رحيل. هو كاهن بنكهة المسيح وبقماشة علم لبنان. فالمسيحية والإسلام إيمان واحد تجسد في دينين مختلفين، لا يرضى إيمانهما الواحد هذا أن يتصارعا، ولا يقبل إلا أن يتحاورا ويتعاونا ويتكملا. بأن علينا كمسلمين لا سيما ها هنا في لبنان، هذا فكر الإمام الصادر على كل حال، أن نحيا إسلاما متمسحنا يحيي قيم المسيح كلها وفق ما هو مختزن في حقيقته وجوهر تعاليمه. فيكون طلاق المؤمنين المسيحيين من هنا والمؤمنين المسلمين من هناك على عيش الفضائل الدينية، وأولها المحبة والرحمة، انبعاثا لهذه القيم. وكانت كلمة للأبات مارون أبو جودي أثنت على صفات الراهب الأنطوني عطلة. أعني به الأب مارون عطلة الذي تركنا منذ سنة، ولكنه بقي في أروقة أديارنا ومؤسساتنا، يتردد صداه في أذاننا وفكرنا وقلبنا، تلفنا هالته المضيئة بالأعمال الكثيرة، لكأنها إرثه الكبير الذي سيحفظه كل راهب أنطوني وكل من عرف وعايش وعاش وعمل مع المرحوم الأب مارون في حياته بيننا. نظم برنامج تنمية قدرات التعليم العالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقاء لـ200 طالب وطالبة مستفيدين من منح مالية مقدمة ضمن إطار مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي في جامعة سيدة ألويزي في حرم الجامعة في سوق مصبح، بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت ورئيس جامعة سيدة ألويزي الأب بشارة الخوري. وبيان للوكالة لفت إلى أن مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي البالغة قيمتها 2.85 مليون دولار تهدف إلى مساعدة الطلاب الجامعات في التغلب على الأعباء المالية الناجمة عن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في لبنان. أطلقت رابطة كاريتاس لبنان المرحلة الثانية من مشروع تمكين الشباب لتأمين عمل مستدام وتحسين سبل العيش بتمويل من مؤسسة نوفو نورديسك، وبالشراكة والتعاون مع كاريتاس سويسرا وكاريتاس دنمارك، في حضور رئيس الرابطة الأب ميشيل عبود وعدد من مسؤولي كاريتاس في لبنان والخارج. أعلنت شركة نيوماد إنرجي ومقرها إسرائيل أنها بدأت مع شركتي شيفرون وشيل حفر بئر للتقييم في حقل أفروديت للغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص. وذكرت نيوماد أن الحفر يستهدف تأكيد التقديرات، وبمجرد اكتمال التطوير ستستخدم البئر بعد ذلك كبئر إنتاج، مضيفة أن ذلك سيستغرق 3 أشهر. ويحتوي حقل أفروديت على ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز، وتم اكتشافه منذ أكثر من 10 سنوات في شرق البحر المتوسط. احتفلت أستراليا ونيوزيلندا اليوم بتتويج الملك تشارلز الثالث بإطلاق 21 طلقة مدفعية في عاصمتيهما، وذلك بعد مشاركة زعيمي البلدين بوكيلهما من مؤيدي نظام الجمهوري في مراسم التتويج في لندن. وبث تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية مراسم التحية بإطلاق 21 طلقة مدفعية أمام البرلمان في كامبرا. إلى ذلك حفل غنائي كبير الليلة في قلعة وينتسر عقب تنصيب الملك تشارلز. يحضر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم حفلا موسيقيا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتيبيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وينتسر عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا، وذلك في إطار الاحتفالات بتتويجه. وسيحضر الأمير إدوارد وهو الأخ الأصغر للملك وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة إيجيني ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو. وفي وقت لاحق سينضم تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة المالكة الآخرين إلى 20,000 من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور الحفل الموسيقي الذي سيقام في وينتسر قصر الملك غرب لندن. ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه إنارات الأمة، حيث تنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو باستخدام الليزر. المنافسة على أشدها بين أردوغان ومنافسه كمال أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية في 14 الحالي.
تعد الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في 14 أيار الحالي من أكثر الانتخابات تعقيدا بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ممثلا بحزبه العدالة والتنمية والمتحالفين معه ضمن تحالف الجمهور والمعارضة برئاسة كمال كليكدار أوغلو مرشح الحزب الجمهوري وممثلا عن الأحزاب الستة تحت مسمى الطاولة السداسية. ويصف المراقبون هذه الانتخابات بأنها من أشد الانتخابات مواجهة بفعل حالة الاستقطاب بين الفريقين، فهي تتسم بطابع الاستفتاء على النظام الرئاسي وكذلك على حكم العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان منذ 20 عاما. وتشير الاستطلاعات الرأي إلى أن الحظوظ متساوية بين الاثنين بفوارق بسيطة قد تؤدي إلى جولة ثانية. وقد أدلى حتى الآن قرابة 1.5 مليون من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في هذه الانتخابات، ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى 9 من هذا الشهر، بينما يستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني أكثر من 64 مليون ناخب وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية. قتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس، وأعلن رئيس جهاز الإطفاء في ألن وهي إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار العثور على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. وقال نقلنا 9 أشخاص آخرين إلى المستشفى، توفي 2 منهم. وذكرت شبكة CNN أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 5 سنوات. ومن جهته أكد قائد شرطة مدينة ألن أن ضابط شرطة كان داخل المركز عندما سمع طلقات نارية وتوجه نحو مصدرها حيث اشتبك مع المشتبه به وأرداه على الفور. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.